بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا أحدثكم وأنا في حالة صحية بعد خروجي من المستشفى ووجودي في المنزل الراحة حسب توصية الأطباء. وقرأت في حساب مسيرة كرامة وطن هؤلاء الشباب اللي بعد الله سبحانه وتعالى أعادوا الأمل في نفوسنا بأن الكويت بخير بأبنائها وبشبابها. وأدعو كل قطاعات أبناء الشعب الكويتي وكل فئاتهم وكل المخلصين من أبناء وبنات هذه الأمة بضرورة التواجد غدا الساعة 7 للمشاركة في مسيرة كرامة وطن 5 للتعبير عن إرادة الأمة وعن عزتها، للتعبير عن كرامتها اللي يريد البعض أن ينقض عليها. ولكن نحن بإذن الله لن ننهزم أمام أنفسنا، نحن بإذن الله نعتقد ولا زلنا بأن ما دام هذا الحراك موجود، ما دام هذا الأمل موجود، ما دام هذه المشاركة الفاعلة اللي شهدناها في المسيرات السابقة موجودة في أذهان الشباب وضمائرهم، فلنعلم بعد الله سبحانه وتعالى أن الكويت بخير. وبالتالي أوجه الدعوة مرة أخرى لكل أبناء وبنات الكويت بأن المشاركة هي انتصار للكويت ومقدراتها وكرامتها ودستورها. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الميزة في مسيرة كرامة وطن 5 هو هذا الشعار الكبير اللي رفع، وهذا نعتبره تطور في الفهم السياسي. وبالتالي هذا الشعار بدل من أن يكون هو شعار لمجموعة معينة سيصبح بإذن الله ومن خلال الدور الكبير اللي قاعد يلعبه حساب مسيرة كرامة وطن وهذه المجموعة المخلصة من أبناء الشعب الكويتي اللي يتولون أمر هذا الحساب، أن سيكون هذا الشعار هو شعار عام الحكومة المنتخبة اللي يحق لها ويحق من خلالها لأبناء الشعب الكويتي أن يديروا أمر بلدهم ووطنهم. وهذا لا يعني إطلاقا أنه هناك انقضاض على السلطات الدستورية. وبالتالي موعدنا غدا يوم الأحد 6 يناير 2013.